أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة
الرحمة هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما وكيل صدق الله.